تكلمنا في مقدمة بسيطة عن عنصر الحديد، بنتكلم المرة دي على تواجد عنصر الحديد في التربة. بقد تشكلت أكاسيد الحديد في التربة نتيجة لفلزات معدنية زي فلزات الأوليفين والبيروكسين والبيوتيت، ومعظم أكاسيد الحديد الموجودة في التربة بتكون بشكل فرك زي ما قلنا، اللي هي FE عليها زائد 3 اللي هو الحديديك، اي حديد ثلاثي التكافؤ، وهي ذات قابليه ذوبان اقل بكتير من الفرس اللي هي الاف اي عليها 2 زائد، وهو ايون الحديدوز ثنائي التكافؤ الذي يتاكسد بسهوله ليعطي الحديديك، وهو ما يفسر كون نقص الحديد امرا شائعا في الزراعه على الرغم من نسبته الكبيره في التربه. يعني بيبقى في نسبه كبيره من الحديديك ومش بيمتص لانه المفروض يكون موجود على حديدوز. يعتمد ذوبان الحديديك بشكل كبير على الرقم الهيدروجيني على البي اتش يعني للتربة، فأفضل مدى لحموضة التربة لامتصاص الحديد هو من 5.5 لـ 6.5، يعني درجة متوسطة من البي اتش، وبالتالي فإن هناك صعوبة بامتصاص الحديد في التربة شديدة الحموضة أو القلوية، يعني لو البي اتش قلت قوي عن كده أو زادت قوي على كده. وعلى هذا فإنما كل ما يعدل من حموضة التربة بيحسن من امتصاص عنصر الحديد كإضافة لأسمدة النيتروجية النيتروجينية والهيموميك أسيد وغيرها. ويواجه النبات صعوبة في امتصاص الحديد في التربة التي تحتوي على زيادة في كربونات الكالسيوم كالتربة الكالسية الجيرية، الحقيقة في هنا تشابه مع الإنسان اللي بياخدوا فيها فورات فيها العنصر ده برضو بتعكس امتصاص الحديد، إذ يتحول كربونات الكالسيوم بيكربونات الكالسيوم التي تقوم بترسيب الحديد، وكذلك عنصر الفوسفور برضو من العناصر اللي هي لو الواحد كل حاجات فيها فوسفور بتعكس امتصاص الحديد بالنسبة للإنسان، برضو نفس الحكاية بتحصل في النبات. هنا نكمل ونقول إنه كذلك زيادة عنصر الفوسفور في التربة بسبب انقاص امتصاص الحديد، إذ يتحد أيون الفوسفات مع عنصر الحديد لتشكل فوسفات الحديد الغير زائد في التربة، لذلك عليك الانتباه عند التسميد الفوسفاتي. طبعا في ناس متخصصين بقى يبقى فاهمين هو مش أي سماد هيجابه يتحطوا خلاص، لأ في أسمدة فيها حديد، في أسمدة بتأثر على امتصاص الحديد، يعني الموضوع ما هواش بالبساطة اللي الناس متخيلاه. المواد العضوية ونشاط الكائنات الحية الدقيقة وديدان الأرض بتشكل مركبات حديد قابلة للذوبان على مدى واسع من الأس الهيدروجيني اللي هو البي اتش، لذلك فإن التسميد بالسماد العضوي بيحسن من امتصاص النبات للحديد. وجذور النبات أيضا بتقوم بإطلاق بروتونات في محلول التربة لتقلل من زيادة الحموضة المحيطة بالجذر، مما يزيد من قابلية ذوبان الحديد لتستطيع امتصاصه. طيب ايه بقى أهمية عنصر الحديد للنبات؟ هو مهم للنبات زي ما هو مهم للإنسان. كما ذكرنا فإن عنصر الحديد له أهمية كبيرة في نمو النبات، وعلى الرغم إن النبات بيحتاج لكمية صغيرة من الحديد إلا أنها بالغة الأهمية لصحة النبات ومن أهمية عنصر الحديد للنبات. أول حاجة بيدخل كمرافق إنزيمي للإنزيمات، يعني زي كوإنزيم لإنزيمات بناء مادة الكلوروفيل الخضراء، فهو عنصر مساعد في تكوين الكلوروفيل. الحديد هام جدا لإتمام عملية التنفس في النبات، إذ يدخل كمرافق إنزيمي للإنزيمات المسؤولة عن عملية التنفس، والحديد مهم لبعض العمليات الحيوية في النبات مثل عمليات بناء وهدم الكربوهيدرات وبناء وهدم البروتينات. طيب ايه بقى الاعراض اللي احنا لو شفناها على النبات حتى للانسان العادي لو شاف كده يقول لك على فكره النبات ده عنده نقص حديد؟ زي ما في علامات في الانسان في علامات في النبات. نظرا لاهميه عنصر الحديد للنبات عليك الانتباه جيدا لاعراض نقصه لتعالج المشكله قبل ان تتفاقم، واعراض نقص الحديد بتتشابه مع اعراض نقص عناصر اخرى، لذا سنذكر الاعراض على وجه الدقه لنتمكن من التمييز جيدا. اول حاجه بيحصل اصفرار الاوراق بالنسبه لما بنلاقي اوراق مصفره كده غالبا بيبقى فيه نقص حديد، وخاصه في القمم الناميه حيث تكون صفراء بعروق خضراء، اما الاوراق القديمه فتبقى خضراء، وذلك لان الحديد بطيء الحركه داخل النبات فيبقى داخل الاوراق القديمه، وعندما يحدث نقص فيه بيظهر على الحديثه فقط. حاجه غريبه ان النبات نفسه بيبقى فيه اوراق قديمه او اوراق حديثه، اوراق قديمه ما كانش فيه نقص حديد فبتفضل مخضره شويه، فبنبص نلاقي النبات فيها اوراق خضره شويه، وانه حديثا حصل نقص في الحديد في التربه او في امتصاص الحديد، فنبص نلاقي ابتدت الاوراق الثانيه مصفره. موضوع غريب سبحان الله، وتكون الاوراق جديده الظهور اصغر من المعتاد.
ويؤدي استمرار الإصابة لظهور نخر بالأوراق ثم جفافها وتساقطها مما يؤثر على نمو النبات وإنتاجه. وتستطيع التمييز بين الإصفرار الحاصل نتيجة لنقص الحديد والإصفرار الحاصل نتيجة لنقص النيتروجين أو المغنيسيوم. دي حتة مهمة على فكرة. في حالة نقص النيتروجين بيبدأ الإصفرار من الأسفل ثم ينتشر لباقي النبات، أما نقص المغنيسيوم بيبدأ الإصفرار على الأوراق القديمة. الطماطم والفول والباذنجان والجاردينيا والتفاح من أكثر النباتات الحساسة لنقص الحديد. طيب إزاي هنعالج نقص الحديد في النبات؟ مدى أهمية عنصر الحديد للنبات بيجعلك تسعى لعلاج هذا النقص بأقصى سرعة، وبجمع كافة المعلومات يمكنك تحديد أين تكمن المشكلة، وبالتالي بيسهل عليك إيجاد الحل. أول حاجة تأكد من نوع التربة التي لديك، فإذا كانت التربة رملية أو جيرية فمن المرجح حصول نقص في الحديد في نباتاتك، هي أصلا فيها نسبة حديد قليلة، لذلك هنضيف صلفات الحديدوز أثناء إعداد أرضك للزراعة، وإذا كانت مزروعة فقم بإضافته على نحو دوري لأن عنصر بطيء الحركة، وبالتالي سيأخذ وقتا لتتعالج المشكلة لدى النبات، فمن الممكن أن تنتهي دورة حياة النبات قبل ما يستفيد منه، خاصة في المحاصيل الخضرية. إذا كانت تربتك جيرية فعليك رش السناد الحديد على الأوراق، وإذا أردت أن تضيفه في الأرض فيجب أن تضيفه بصورة مخلبية. موضوع الحاجات المخلبية دي اللي هي يعني تبقى حاجة ماسكة في الحديد زي الإيديتا زي ما ذكرنا قبل كده في الإنسان. تعديل حموضة التربة لتصبح وسط مناسب لامتصاص الحديد، عدم الإفراط في إضافة الأسمدة الفوسفاتية وإضافة أسمدة الحديد المناسبة. والأسمدة بتتوفر في كذا صورة هنذكرها بطريقة بسيطة لأن فيها أسماء كيميائية معقدة شوية. يعني أسمدة الحديد يا إما بتكون موجودة على شكل كبريتات الحديدوز اللي هي الـ FeSO4، ويحتوي عادة على ما بين من 20-30% من الحديد اعتمادا على حالة الترطيب، وهو مصدر الحديد الأقل تكلفة، ويمكن تطبيق كبريتات الحديد كرذاذ ورقي أو مباشرة في التربة، لكنه غير فعال في التربة القلوية أي ذات حموضة أكثر من 7 pH يعني 7، إذ يتحول لصورة صعبة الامتصاص، وقد يستغرق الأمر بضع سنوات من كبريتات الحديد المطبقة في التربة لتصحيح نقص الحديد. في حاجة اسمها الحديد المخلبي أو شيدات الحديد، الحاجات اللي هي ماسكة في الحديد، وهي عبارة عن مركبات بيتم فيها تغليف الحديد بجزيء عضوي يرتبط بأيون معدني مما يحميه ويمنعه من الترسب، مما يسمح للحديد بالبقاء في صورة قابلة للذوبان حيث يكون متاحا لامتصاصه بواسطة النبات، ويخلب الحديد على المادتين اللي هي الإيديتا وحاجة اسمها EDDHA. وطبعا بقى في بعد كده أنواع الحديد المخلبي، وده المتخصصين يعرفوا. الموضوع يكون عجبكم. مع السلامة.